السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي داير الاخوان؟ بخير لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ اموركم هانيه؟ كنشكر كاع الناس اللي ملي غبت عليهم يعني تفاعلوا معايا وكيسولوني في الخاص ويسولوني في نمرتي ولا في الميسنجر ولا في الصفحه ديالي في فيسبوك، مالك غبتي علينا ومالك كذا، اللي ظروف خاصه الاخوان. وكنشكركم على المتابعه وعلى صراحه على هادشي اللي كديروا معايا، كتخليوني انني نزيد نجتهد بزاف. المهم الاخوان، باش ما نطولش معاكم اليوم، باش ما نطولش عليكم سمحوا لي، غنحاول نطرقوا الموضوع ديال الفيتامينات اللي كنعطي الطيور ديالي. بالنسبه لي انا شخصيا اللي كنستعمل، انا دابا حاولت نجيب جوج فيتامينات، اللي واحد ديجا كنستعمله صراحه من شحال هادي وكيستعملوه اغلبيه ديال الموالع هنا في المغرب، خصوصا صحاب الحمام، هما بجوج ديال الحمام صراحه. انا غنشرح الكيفيه كيفاش داير، وواحد يلا غنبدا به هذا العام ان شاء الله، نتمنى من الله يكون فيه خير. اخوان، من هذا المنبر كنقول انني راه ما كندير اشهار حتى شي شركه، وانا اللي متوفر عندي في لينفاج ديالي هو اللي كنقدم لكم، راه ما كنمشيش نجيب شي برودوي ولا شي واحد باش ندير ليه الاشهار ولا لا. راه يكونوا عندي دابا حتى 100 برودوي، نحط لكم 100 برودوي، يعني ما كندير الاشهار حتى شي شركه، باش ما تقولش هذا كيدير لنا اشهار لواحد المنتوج. اي واحد عنده شي منتوج ولا عنده كذا وعنده عليه شي معلومات يراسلني في الخاص او يصيفط لي فيديو عليه، راه نحاول الا كان يعني مجرب وكاع الموالع اغلبيه ديال الموالع يعني كيشكروه، راه مباشره غندير عليه حتى هو فيديو بغض النظر على ديالنا، باش تفهموني الاخوان. باش ندخل معكم ان شاء الله للموضوع يكون موجز وخفيف، نحاول انني ما نطولش عليكم ان شاء الله تعالى، ونبداو المعلومات ديالنا على هاد الفيتامينات ان شاء الله. المهم الاخوان، هانتوما عندنا دابا جوج فيتامينات انا كنستعملهم. واحد هذا معروف، طول يمين معروف، يعني معروف عند الموالي بزاف، هما بجوج ديال الحمام غير الناس صراحه جربوهم الموالي، راه جربوهم في البيروش في الكانار في هادي وعطاو الاكل ديالهم الحمد لله ولله الحمد، يعني نفس الفصيله ديال الطيور، يعني كيخدم لاي طائر كيف ما كان نوعه. عندنا هذا كيف ما قلنا، هذا طول يمين، وعندنا هذا منتوج كيتسمى، هذا منتوج ديال بيلغافيت، كيتسمى مشروب الطاقه، يعني بجوج تقريبا فيهم كيجمعوا بجوج نفس المميزات تقريبا على ما عندي انا من المعلومات هنا اللي بحثت عليهم، الحمد لله حاولت انني نكتبهم لكم. دابا الاخوان نحاولوا نهضروا على طول يمين. هاد طول يمين هو واحد المنتوج يعني طبيعي، هذا غني بالبروتينات والفيتامينات، هذا طول يمين اللي كنستعمل انا شخصيا، وقديم ومعروف عند الموالي. الثمن ديالو الاخوان كيدير من 250 درهم، بعد الخطرات ما كيكونش في السوق كيغلى شويه كيولي وصل حتى 270 درهم. هذا اغلبيه ديال الموالي كيستعملوه، هذا غني بالفيتامينات وخصوصا فيتامين بي. فيتامين بي راه فيه بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 بي 5 حتى بي 12، ودخلوا لجوجل بحثوا على فيتامين بي غتلقاو المميزات اللي كاينين فيه، حتى انا جيت نشرحهم هنا في فيديو، ما غنساليوش غير فيتامين بي 1 خصنا نبقاو داوين عليه شحال. داكشي علاش حاولت انني نعطيكم اشنو فيه، وانتم تبحثوا في جوجل يعني فيتامين بي اشنو الحوايج اللي كيتكون منهم. ثاني حاجه، هذا باش مزيان كتستعملوا على مدار العام، يعني هما بجوج، انا ملي كنكون نهضر كنهضر عليهم بجوج، حنا بجوج فيتامينات عاديين طبيعيين. قلت لك كتستعملوا على طول العام، خصوصا في فتره الريش، يعني ملي كيكون البداله راه مزيان النمو الريش وكيعطي واحد الطاقه للفرخ وما كيتعذبش الفرخ. زائد انه هاد طول يمين، هذا طول يمين اولا هذا اللي غنهضروا عليه مشروب الطاقه، سميتو مشروب الطاقة انرجي درينك، يعني كتعني مشروب الطاقة. هذا رجعوا في طول يمين، من المميزات اللي فيها الاخوان انه ممكن انك تخلطو مع كاع الدوايات، يعني تعطيه مع فيرتيفيت، تعطيه مع اي دواء، ومهم انك تعطيه مع الدوايات، هذه الميزة اللي فيه زوينة بزاف وانا كنستعملها شخصيا. بالنسبة لشحال خطرة كتعطيه في السيمانة، كتعطيه 3 ايام حتى 5 ايام في السيمانة. هو هذا علاش خرج هذا دابا، علاش مصيبينه على قبل الحمام، ملي كيدخلوا الحمام ملي كيدخل من السباق كيدخل بواحد يعني السخفه وهذه، والريش كيكون مضروب والعظام كيكونوا يعني ضاربين مسافه طول، كيعطيوها الطول يمين حتى 5 ايام باش كيوقد الطائر
وكيخليه يعني عنده القدرة على الطيران مرة أخرى. وقال لي كيستعملوا الحمد لله راه ما كاينش شي مولوع انا سولته على طول يمين وقال لي عيان او لا عنده مسائل سلبيه ولا كذا ولا كذا. قلنا عنده ميزه اخرى عاوتاني هي كيزيل السموم من الكبد، يعني ملي كتكون الكبد عامره سموم وكتعطيه كيحاول يصفي ديك السموم. الميزه اللي فيه زوينه بزاف هي قلت لك كيف ما قلت لكم انه كيتخلط مع اي دواء كيف ما كان نوعه يتخلط معه. وانا كنصح اي واحد كيعطي اي طريطمو ولا اي دواء الفرخ انه يديره. الاخوان كاين اللي غيجي غالب 250 درهم، الله يحسن العوان الناس عندهم القدره. ممكن انا عندي لكم واحد الاقتراح انه جوج ولا ثلاثه الناس ياخذوا قرعه وكيف ما كنقولها ديما وقسموها وديما عندهم الجديد كتقام القضيه باقل تكلفه. طريقه الاستعمال كدير 15 ملي لتر في اطرو البراسورين كدير فيها 15 مليلتر من هذا في اطرو ديال الماء وتفرقوا على الفراخ اللي عنده يعني اللي كيفرق غير نص اطرو راه كتقسم 15 مليلتر على جوج اطرو على جوج مرات يعني 7 ونص صافي. وهانت الحمد لله غادي كتستعملوه مزيان. ندوزوا للمنتوج الاخر ان شاء الله. المهم اخوان قلنا نهضروا على هذا المشروب اللي هو مشروب الطاقه. هذا منتوج ديال بيلغافيت معروف عند اصحاب الحمام وداكشي. هذا منتوج بلجيكي تقريبا فيه نفس الخاصيات ديال طوليامين غير باش نكون معكم صريح وواضح. انا لهذا التاريخ اللي لحقت فيه هذا الفيديو راه اول مره غنستعمله هذا الاسبوع، يعني اول مره غنستعمله. الناس شكروه ليا انا كنجربه وحاجه لا ما جربتهاش فراخي راه ما كنديرش ليها يعني كندير لهم فيديو ونقول لكم شنو فيه وشنو ما فيهش. هذا مهم. الحوايج اللي قريت عليه مزيانين، هو عنده نفس الخاصيات تقريبا ديال طوليامين. طوليامين غيكون كيتميز بشي حاجه هو كيتميز بشي حاجه بيناتهم، ولكن تقريبا هما بجوج نفس اغلبيه كيتشاركوا يعني بزاف الفيتامينات كيتشاركوا فيهم. غير هذا عنده واحد الميزه انا قريتها عليه زوينه بزاف وعجباتني صراحه بالنسبه للازواج اللي كيكونوا مسالين ما باغينش يفرخوا كيتعطلوا بزاف مزيان تعطيهم هذا. داكشي علاش سموه مشروب الطاقه. هو طبيعي 100%، هو طبيعي على داكشي اللي قريت عليه انا حاليا. باقي ما جربتوش يعني يلاه خديته غير هذا الاسبوع، يعني في التاريخ اللي قلت لكم ملحت فيها الفيديو يلاه اسبوع دابا باش استعملته. هو بالنسبه قلنا عنده نفس الخاصيات غير هو كيختلف مع طوليامين في هذه المساله. انا قريت ما لقيتهاش في طوليامين ولكن قريت لقيتها فيه. هو هذا كيهضر يعني عفوا سمحوا لي، هذا يعني الحاجه اللي فيه زوينه هي انه مشروب كيساعد الازواج بحال مثلا الازواج اللي كيكون العمر ديالها كبير ضارب العام عامين عيات شويه، هذا كيساعدها على الخدمه. وتا هو راه كيعطيوه للحمام ملي يلاه كيدخل وكذا باش كيخليو الحمام عنده كيرجع الطاقه للحمام. وملي جربوا الاخوان في بيروش وفي طيور اخرى الحمد لله عطى نفس الاكل. اخوان عندي واحد المعلومه، هاد الجوج يعني لا دوز نفس داكشي اللي كتعطيه للحمام تعطيه للكنار تعطيه للبيروش 15 مليلتر هما بجوج. هذا 15 مليلتر في اطرة الماء وهذا 15 مليلتر في اطرة الماء. الثمن ديال هذا الاخوان هذا نص اطرو، انا بغيت تعمدت انني ناخذ نص اطرو. هو الاطرو كيتقام قل اطرو كيتقام 190 درهم، هذا نص اطرو تقام عليا انا ب 90 درهم، يعني تقام عليا انا ب 90 درهم تقريبا. مهم غير السيد اللي باعوا لي راه كيبيعوا ب 100 درهم اخر ثمن، غير قلت لي رانا يلا غنستعملوا اول مره غنستعملوا، ربما هو كيشاهدني هنا باش يعرف شنو كاين. داكشي علاش حسبوا لي هو ب 90 درهم، اما هو نورمالمون راه كيبيعوا ب 100 درهم. والله يسخر لا لقيتو يعني تواو على راسكم الله يسخر الامور. المهم انا عطيتكم الثمن اللي كاين حاليا في السوق. زائد انه من الميزات اللي فيه زوينه لا هو ولا طوليامين انهم الاطفال يعني الاولاد ديال الفراخ راه كيكونوا في صحه جيده مزيان وكيتزاد يعني حتى الطول ديالهم والقامه. شوفوا ملي غتبداو تستعملوا بحال هاد لي برودوي اللي كنعطي غتلقاو واحد الفرق كبير كيف ما اكتشفته انا سبحان الله. الفرق الانتاج ديال 2019 ماشي هو الانتاج ديال 2020، والانتاج ديال 2020 وحاليا ديال 2021 احسن، حيت حاولت انني ناخذ هذا بجديه
في الاول كنت كنعطيه غير مره في السيمانه، مره في 15 يوم كنخلطو مع الدواء. دابا كنستعملو بنظام، كنعطي حتى ثلاثه خطرات في السيمانه يعني، ولقيت يعني فرق كبير ما بينه وبين السنه اللي فاتت والسنه اللي قبل منها. الاخوان باش ما نطولش عليكم، اللي عنده شي سؤال على هاد المنتجات او لا شي حاجه ما قلتهاش، واللي عنده شي حاجه شي واحد شي حاجه يضيفها لينا في هذا الفيديو يكتبها لنا في التعليق باش نحاولوا نستدركوها في الفيديوهات القادمين ان شاء الله. ونتمنى من الله انني ما نكونش ثقلت على قلبكم بزاف وكثرت عليكم الهضره اكثر من المنفعه. ونتمنى كما العاده انكم تشاركوا معايا القناه ديالكم مع اصحابكم، وديما ديروا لنا ابوني وجيم يعني اللي عجبو هذا الفيديو حاول يدير لنا جيم. ونتمنى من الله هادشي اللي كندير انا انه يعاونكم في الانتاج ديال الطيور ديالكم وتستافدوا اكثر فاكثر. وسمحوا لنا على الاطاله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.